المشاهدين الكبار، انا شفتي في، مرحبا بكم في هذا المباشر اللي نتمنوا انه يتبارطاجا بزاف باش يوصل لهذا بين قوسين المسؤولين اللي ما عندهم حتى علاقه بالمسؤوليه. كيفاش انكم كتطفيو الضوء قبل من 6 ديال الصباح في شارع من اكبر الشوارع في مدينه الدار البيضاء، هنا شارع محمد الخامس، وعارفين بان الناس كيجيو من هاد الطريق هادي كامله، هادي كتشوفوها مظلمه، يعني كتساعدوا وكتسهلوا الماموريه الشفاره باش يقوموا بسرقه الناس اللي غادي يخدم يوم. اكيد دابا اللي ساكن في مدينه قديمه او شي بلاصه هنايا في هاد الاماكن غادي يجي باش يركب هنا في هاد المحطه ديال الترامواي. تصوروا انكم كتطفيو الضوء قبل 6 ديال الصباح وعارفين بان النهار باقي ما طلعش، هانتوما كتساهموا في عمليات السرقه، وتقدر توقع تقدر تطور الى عمليات ديال القتل او الاصابات باهات مسلمه. وما نساوش بان هنا 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 في هذا المكان، هذا في هذا المكان هنا كان واحد الشخص دايز من هنا، هذه واحد 3 سنين ولا 4 سنين كنا حضرنا له، هز مع طابليت، خرج واحد هنا بغى يحيدالو، قاومو ضربو بطونوفيس قتلو. علاش؟ لان الضو ما كاينش، كولي خلى الشفر انه يزعم ويقوم بالسرقه هنايا. الحمد لله ان المصالح الامنيه تمكنوا من الايقاف ديالو وشدوه وقدموا للعداله اللي قالت الكلمه ديالها. لكن واش هل يعقل، واش من المعقول انكم تطفيو الضو في هذا الوقت؟ انتم شوفوا مرا مسكينه، هي مرا غاده في الصباح غادي تخدم على وليداتها، هانتوما هاي جايه في الظلام، حشومة وعيب وعار ان هاد المسؤولين اللي كي بروغراميو او كيديرو التوقيت ديال الاطفاء ديال الاناره هنا في شارع محمد الخامس ما يفكروش بمثل هاد السيده هادي. هاي جايه في الظلام، علاش؟ عاد طفي مع 6 لاروب، طفي حتى 6 ونص، حتى 7 لاروب، حتى 7 تيطلع النهار، علاش غادي تطفي اخويا هنا وغادي تعطي فرصة للشفارة انهم يكريسيو المواطنين، انهم يعتديو على المواطنين في هاد الوقت هادا؟ شكون نتوما كتشوفو؟ حاولوا تبارطاجيو، الله يجزيكم بخير. حنا دابا 38 واحد اللي متبعين هاد المباشر، على الأقل إلا بارطاجيتو واحد 38 ولا 36 على الاقل غادي يوصل شويه. حاولوا تبارطاجيو ما امكن. هذا شارع محمد الخامس احد اكبر الشوارع بمدينه الدار البيضاء، كيطفيو فيه الضوء قبل ما يطلع النهار، وهذا هو الشارع اللي كيدوزو منه عدد من المواطنين والمواطنات، تقدر تكون اختي، تقدر تكون اختك، تقدر تكون شي وحده من العائله ديالي او من العائله ديالك، او واحد من العائله ديالي او واحد من العائله ديالك، غادي يكون مضطر انه يدوز من هذا الشارع للمسؤولين، سواء الجماعة سواء ليديك سواء شكون اللي مسؤول على إطفاء الإنارة، أنه يزيد شوية واحد نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، تلت ستة ونص ولا تلت سبعة إلا ربع غادي يطفي الضوء. متخليوش الناس تكون ضحية، راه دابا كاين اللي كيكون جاي مسكين في الضوء على الفلاتة كيقرصو في الظلام. نتمنوا بأن المواطنين يبارطاجيو. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، والله يهدي المسؤولين ديالنا. السلام عليكم.